بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. واليوم نبدأ في المجلد الثاني في الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، مسند عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مسند سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة، وهو المسند 24 في مسند الإمام أحمد بن حنبل. ومسند سيدنا عبد الله بن عباس طويل شوية، هيجيب فيه حوالي 1755 حديث، يعني هنقعد فيه إن شاء الله 80 يوم من النهاردة كده، 80 مجلس، كل يوم نقول عن عبد الله بن عباس قال رسول الله، مش هنقول عن غيره، اتفقنا؟ تصبر معايا 80 مجلس؟ اظنك لا تصبر، فوري بقى، خلي اخلف ظني فيك واصبر اما نشوف. سيدنا عبد الله بن عباس ولد ايه العام الثالث قبل الهجره، ايام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه محاصر في شعب ايه بني إيه عبد ابي طالب، شعب ابي طالب لما حصروه قبل الهجره ثلاث سنين، في اخر الثلاث سنين دي ايه ولد سيدنا عبد الله بن عباس في الشعب رضي الله عنه. يبقى لما توفي النبي يبقى كان عنده 13 سنه، يبقى ثلاث سنين قبل الهجره و10 سنين، والنبي توفي سنه 10 هجريه، يبقى معناه انه لما توفي النبي كان عنده 13 سنه. لم يهاجر مع النبي لأنه كان صغير طبعا، قاعد مع أمه في مكة، مش كده برضه؟ وبعدين لما أبو العباس عرف إن النبي صلى الله عليه وسلم جاي يفتح مكة، فهمت؟ فخرج بإيه؟ بسيدنا عبد الله بن عباس وزوجته وأولاده، قابلوا النبي عند الجحفة ودخلوا معاه مكة وأعلن إسلامه، فهمت بقى إزاي؟ ده كان إيه في العام الثامن من الهجرة. العباس كان مسلم بس ايه ليه مصالح في مكة كتير ومسؤول عن السقاية، فمرضاش ايه يظهر اسلام عشان بيقضي مصالح، وعشان كده ربنا قال له ايه اجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر لا يستوون عند الله. الكلام ده كان مواجه للعباس، كان الاولى انك انت تسيب ده كله وتروح للحبيب، لكن هو مخه قال له كده، انا مش هسيب السقاية اللي ورثتها من ابائي واجدادي من زمان، مين اللي هيسقيهم في الحج؟ ففضل قاعد، فهمت بقى ازاي؟ بالرغم ان هو كان بايه يخفي اسلامه، ولدرجه انه خرج في بدر مع الكفار، مع الكفار خرج في البدر مغرم مرغم ومش عايز يقول لهم ان انا مسلم، ووقع عليه الاسر واسر، فهمت بقى ازاي؟ ودفع فديه، عشان كده إيه لما جاء بعد كده مال البحرين للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه، وكان اسلم بقى وهاجر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه، قال للرسول يا رسول الله انت خدت مني الفداء بتاعي، ادهوني بقى المال كتير اهو، اديني الفلوس الفداء اللي خدته، قال له خد، فقعد يجمع 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 ويشيل، مش خد بقى المال اللي خده ده، قعد يجمع زي ما هو عايز، واخد بقى، وبعدين حاول يشيلها تقيله عليه سيدنا العباس ده، يعني اما يشيل يشيل لدرجة انه بيشيل مش قادر يشيلها، فبيقول لسيدنا محمد احمل عليا يا ابن اخي، فالرسول بص له كده وابتسم قال له لا احمل، فراح فضى منها شوية عشان يعرف يشيلها رضي الله عنه. المهم سيدنا عبد الله بن عباس هاجر ايه وبدأ بعد سنة 8 هجري يعيش مع النبي، ف تقريبا عاش مع النبي ثلاث سنوات، 8 9 10 صحبته مع النبي ثلاث سنين بس، روى احاديث كثيره بالرغم الثلاث سنين دي، روى عن الحبيب صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره، جايب منها الامام
أحمد بن حنبل في مسنده 1755 حديث. بعضهم قال لك لما نشيل المكرر يطلع 1660 حديث لما تشيل المكرر، فهو إيه من المكثرين في الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويدعي له، لأنه مرة بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوف إيه عبادة النبي بالليل. استغل إن ميمونة زوجة النبي أخت لبابة أمه، فهي خالته، فإيه فقال أنا عايز أبات عند خالتي في الليلة اللي النبي بايت فيها عند خالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح له، فراح نام في عرض الوسادة. النبي بقى نايم بالطول كده، وستنا وميمونة كده، وسيدنا عبد الله بن عباس نام في عرض الوسادة عشان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم إيه في حاله في قيام الليل، بيصلي إزاي، بيعمل إيه وكده، عايز يتعلم يعني. فالنبي لما قضى حاجته في الليل، سيدنا عبد الله بن عباس قرب له الوضوء، ماء الوضوء، فقام سيدنا رسول الله ايه انبسط منه بقى رغم صغر سنه، الا انه عارف انه طالما بعد قضاء الحاجه الانسان هيحتاج يتوضا، فهو رتب له، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، واخد بالك، ودعاله صلى الله عليه وسلم. فكان بعد كده بقى ايه يعني يعتبر ايه شيخ الكهول، يعني هو شاب صغير، وكان سيدنا ايه عمر بن الخطاب يقول عليه ده شيخ الكهول، كان قاعده مع اهل بدر، وكان ياخد رايه في ايه في امور كثيره في الفقه برغم صغر سنه. كويس، سيدنا عبد بن عباس رضي الله عنه وارضاه عاش سنين طويله، ومرت ايه ايام المحنه بتاعت سيدنا علي بن ابي طالب وقتل سيدنا عثمان بن عفان وكل الكلام ده كله ايه عاشه سيدنا عبد الله بن عباس، وكان في فريق سيدنا علي بن ابي طالب، وهو سيدنا علي بن ابي طالب كان يستعين به في مناقشه ايه الخوارج وردهم، وكان احيانا كمان يرجع عن بعض المسائل الى فقه عبد الله بن عباس بالرغم صغر سنه. سيدنا علي مع كبر علمه وعظم علمه، سيدنا علي حرق بعض الناس اللي هم ايه يعني عبدوه من دون الله، في ناس عبدوه من دون الله، فسيدنا علي حرقهم احرقهم. أم سيدنا عبد الله بن عباس قال لو كنت مكانك يا إمام ما أحرقتهم، لأن النبي قال النار لا يحرق بها إلا الله، كنت قتلتهم أي قتلة تانية غير الحرق. فسيدنا علي قال لو قلت لي قبل ذلك ما فعلت، لأنه ما كانش يعرف أن النبي نهى عن القتل بالحرق، فيعني كان أحيانا يعود إلى إيه إلى فقه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا عبد الله بن عباس مع فقهه وعظم قدره كان فارس شجاع، يعني شارك في فتح أفريقية. أفريقية يقولوا عليها العرب أفريقية اللي هي من بعد مصر، كل ما كان غرب مصر يسموه أفريقية، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، كل اسمه أفريقية عند العرب، فهمت ازاي؟ فهو ايه من ضمن الذين ايه شاركوا في فتح أفريقية رضي الله عنه وأرضاه. عاش عمر طويل ومات ايه عنده 71 سنة سنة 68 هجري في الطائف، ودفن بالطائف، وربنا أكرمني وزرته في مقبرتي هناك، وبجوار المقبرة العمومية عاملين مسجد كبير مسمينه مسجد عبد الله بن عباس هناك في الطائف، فربنا سبحانه وتعالى يسر لنا زيارته مرات ومرات. الحديث 63 بعد 800 والألف، قال أخبرنا أبو علي الحسن ابن علي ابن محمد ابن المذهب الواعظ، قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن جعفر ابن حمدان ابن مالك قراءة عليه، قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل، يعني جايب لك اسناد رواه المسند لحد مين؟ لحد ابن الامام احمد محمد راوي المسند عن ابي. قال حدثني ابي اللي هو الامام احمد بن حنبل بقى من كتابه، قال حدثنا هشيم، هشيم تصغير هشام، يعني انت ما تبقى اسمك هشام وخلفت ولد ذكر سميه هشيم، يبقى هشيم ابن هشام، تمام، لانه مصغر مش الابن مصغر، لكن لما تبقى انت هشيم تسمي هشام، هشام تبقى حاجة غريبة، يعني واحد اسمه عبد الله اما ينجب واد يسميه عبيد الله ماشي، زي ما سيدنا صلى الله عليه وسلم سمى الابن الكبير لسيدنا علي الحسن لما جل بعديه قال الحسين، وحسين تصغير حسن،
عشان تعرف من اسمهم مين الأصغر ومين الأكبر. لكن الناس بتلخبط، يجي له ابن الأولين يسميه حسين والتاني يسميه حسن، والصعايدة يجي له واحد يسميهم حسنين عشان يبقى حسن وحسين مرة واحدة، يعني اتنين في واحد. الصعايدة دول مش سهلين برضه. فالمهم يعني تاخد بالك معاني الأسماء مهمة برضه عشان لما دي. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم في الحج. طبعا الحج زحام، هتقول لي بقى أشرب وأنا قاعد الناس هتدهسك، واخد بالك؟ فالنبي شرب وهو قائم، في حين أنه نهى عن الشرب قيام من قيام، فدل على أن الشرب من قيام جائز والأفضل إن كان لا يوجد مانع أن يكون من قعود. لكن لو في مانع للقعود لأسباب كثيرة فلك أن تشرب قائم. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني والله عدلا، بل ما شاء الله وحده. يعني بيقول له ما شاء الله وشئت، خد بالك ان النبي مشيئته هي مشيئة الله مش مشيئتين هي، فهمت ازاي؟ فبتقول له انت خليت لي مشيئة منفصلة عن الله ازاي كده؟ فأدبه وقال له قل بل ما شاء الله وحده. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف على الناقة بتاعته، دل على جواز الركوب مع القدرة على المشي. كويس؟ دل على جواز الركوب مع القدرة على المشي. وعشان كده أنا بقول الكلام ده بقالي 30 سنة، لو يخلوا المطاف بيلف لوحده الناس مش هتتعب وتخبط في بعضها. عندهم قدرة، لو جيبوا مهندسين هيهندسوا لهم قاعدة المطاف ويخلوها تلف زي الممرات اللي بتمشي كده في في المطارات. وممكن يخلوا لنا كمان السعي في ممرات، بدل ما العجل اللي قاعد بيخبط في رجلين الناس ويعورهم، يخليه زي ممرات المطارات ماشية كده بالكهرباء. فهمت ازاي؟ بحيث انك انت تحط مثلا الراجل الكبير ولا الست الكبيرة على الكرسي ابو عجل وتسيبه ما تزقهمش، هو الارضية اللي ماشية، تقوم ما تخبطش في حد بقى، لكن ما حدش بيسمع عني. انا لو ماسك ادارة الحرمين كنت عملت الحكاية دي، اخلي المطاف يلف والناس بقى تقف وتمشي حتى مع اللفة خفيف، ما فيش بقى الخبطات دي. فهمت ازاي؟ يبقى يلف كده، وتخلي كمان المسعى اللي عاملينه بتاع العجل ده، الممرين بتوع العجل، يخلوهم ممرات كده ممشى كهربي زي اللي بتحصل في المطارات. وده يدل من السنة على جواز الركوب مع القدرة على المشي، لأن النبي طاف وسعى على ناقته وكان قادرا على المشي، فدل على الجواز. فكأن النبي لما عمل لنا العلامة دي عشان لو جت في مخنا الفكرة دي يبقى صح برضو، فربنا يلهمهم الصواب إن شاء الله. يبقى النبي طاف على ناقته صلى الله عليه وسلم على بعيره، واستلم الحجر بمحجن. طبعا راكب مش هيقدر ينزل بقى على رجليه يستلم، فأشار بالمحجن، كان في ايده تبقى عصاية كده معكوفة الرأس، كان النبي يشير بها ويقبلها ويضعها على جبهته، كأنه بالظبط سجد على على الحجر وقبله واستلمه. كويس؟ لأن في ثلاث سنن متعلقة بالحجر الأسود، إنك تستلمه بيدك اليمنى، وتقبله بفمك، وتسجد عليه بجبهتك. ثلاث حاجات تعملهم عند الحجر ده لو تمكنت توصل له إن شاء الله في المشمش، لأنها زحمة شديدة.
ياخد بالك. فلو كان ايه يعني في المشمش، يعني ايه في المشمش؟ مش المشمش المأكول، يعني مش ممكن مش معقول. فتحط مش يعني مش ممكن مش معقول. فبدل ما يقولك مش ممكن مش معقول يقولك في المشمش، تعرفها على طول مش ممكن مش معقول. فهمت بقى؟ لا أحسن تفتكر المشمش اللي هو المأكول ده، لا لا مش كل مشمش يؤكل. لا يعني يبقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم بين اذا لم تستطع الوصول للحجر بسبب زحام او لانك راكب مثلا، زي ما كان راكب كده، زي في ناس بيشيلوهم محمولين كده على ايه، ناس كبار بيشيلوهم على ايه، على نقاله خشب كده ويمشوا بيها. يبقى ده يعمل ايه؟ يروح مشاور كده ويقبل ويدعو على جبهته. فهمت؟ يبقى عمل السنه. وربنا هيوصل الاشاره دي يا اخي للحجر وتوصل بصمتك عند الحجر. ازاي يعني؟ بالريموت يا اخي. ما انت بتمسك الريموت كده وانت قاعد في اخر الحجره تولع التلفزيون هناك. ايه المشكله يعني؟ احنا انت تتصور هذا؟ لان احنا بقينا في جيل شفنا الحاجات دي. تقول يمكن ايام الصحابه يقول لك ما شاء الله ان الله على كل شيء قدير. طب ما ربنا اقدر العباده اهو. ان يتصوروها بايه؟ ببعض المخترعات الحديثه. فانت ما تقلقش، ما تقعدش تزاحم، شاور الشاره بتاعتك دي ربنا هيطلع منها شعاع توصل ايدك هناك كانها وصلت. فهمت ازاي؟ وتبقى بصمتك هناك ما تخافش. استلم الحجر بمحجن يعني بالاشاره، كان معه. قال: واتى السقايه فقال: اسقوني. فقالوا: ان هذا يخوضه الناس. راح للسقايه قال لهم اسقوني، وكانوا بيبقوا مجمعين كده ميه وفيها كيزان بقى، كل واحد يحط ايده وياخد ويشرب، منقوع ايدين الناس كلها ومنقوع رياله الناس كلها، لانه ياخد الكوز يشرب ويحطه تاني، بقى منقوع ايدين ومنقوع ايه؟ رياله. فسيدنا العباس موضب بقى ايه؟ حاجه كده شفشق محترم للحبيب بقى لما عرف انه بيطوف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف ان سيدنا العباس ايه؟ محضر له حاجه. فلما وصل جاء عند السقايه فايه؟ فاراد ان يشرب مما يشرب منه سائر الناس. فلما قالوا له في سقايه لك مخصوصه قال: اني اريد ان ايه؟ الا احرم بركه المسلمين. شفت الحبيب بقى؟ يعني المسلمين ايديهم دي ما تقربش منها، دي بركه يا ابني. عارف الانف ده هو ده اللي بيعيا كتير. الانف ده وعامل كده اهو لابس ماسك ومش عارف ايه وبتاع وخايف ويجي يسلم عليك يعمل لك كده، هو ده اللي بيجي له كورونا. واللي بياخد ويحضن ويبوس وماشي كده بالبركه ما بتجيلوش، ولو جات له بتجيله خفيفه. واخد بالك؟ دي الحقيقه يعني. تملي حتى الامهات اللي هم قاعدين يغسلوا لاولادهم كل حاجه، حتى الميه بيغسلوها بالميه، يعني حاجه فظيعه. تبص لعيالهم يمرضوا كتير قوي، لكن الواد اللي قاعد يلعب ايه مع ابن البواب على الرصيف وقعدوا يلعبوا مع بعض، يحط ايده على الارض كده ويحطها في بقه ويعمل، ولا بيعيا ولا بيجرى له. مش ده اللي بيحصل؟ لكن ايه الانف الزياده عن اللزوم دي؟ لان خد بالك انك انت لما بتتعرض للميكروبات بصوره ضعيفه بتعمل لك مناعه، وفي نفس الوقت ما تظهرش مرض. فهمت؟ يعني انا ليا واحد صاحبي الله ربنا يكرمه، كنا في كليه الطب مع بعض، بس هو بقى مولود في الزمالك وطول عمره بقى عايش كده، يعني ايه ماشي على طراطيف صابع. خدنا سنه شهرين امتياز في ابو الريش، اول اسبوع جاله حصبه. يعني ما جالوش حصبه وهو صغير، لانه معزول عايش في الدنيا في برج عاجي، احنا كلنا حصبنا واحنا صغيرين، ما تفرقش اهالينا كانوا رامييننا بنلعب في اي حاجه. لكن هو مسكين لانه متربي في برج عاجي، لبس البالطو وراح يكشف على الاطفال مسكين ولسه متخرجين، جاله حصبه وتعب فيها تعب شديد، قعد فيها يتعالج 3 شهور. لان لما بتيجي في سن كبير شويه فوق ال20 بتبقى اصعب ما بتيجي الطفل صغير. فتملي يعني ايه؟ انا قصدي الحنشصه الزياده عن اللزوم ايه؟ دي بتقلل مناعه الجسم، فبتخليك عرضه للمرض اكتر. فالرسول بيعلمك يعني انت طالما صحيح البنيه ومناعتك كويسه ما تحرمش بقى بركة المسلمين، وما تقولش ما تخافش من المرض، ما تخافش ربنا حميك. فهمت؟ ادي كل الحكاية. فيعني ايه بطل ايه طول النهار قاعد عامل لي يع ويع ماشي كده على طراطيف صابك، فبطل شوي يع.
فقال اسقوني. فقالوا إن هذا يخوضه الناس، يعني كل الناس حط إيديها فيها، ولكن نأتيك به من البيت. فقال لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. يعني ساعات الواحد إيه يسمع مثلا إن فلان مات، مش كده بقى، يقولوا له جدك مات، أبوك مات مثلا، وهو قاعد في مكان بعيد، يوم يعرف الخبر ويزعل. لكن أول ما يوصل لهناك ويشوف إخواته بقى ويشوف الناس اللي جاية تعزي يبكي. فليس الخبر كالمعاين، فهمت بقى إزاي؟ لأن لما تعاين تتأثر قوي، غير لما بتسمع من بعيد، فهمت؟ ودي معروفة كتير بتحصل الحكاية دي. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره لأصلي بصلاته. طبعا هو لسه طفل بقى عايز يتعلم، كان عنده 10 سنين، فوقف بقى على يسار النبي. انت عارف ان المأموم لما يبقى منفرد خلف الامام يقف على يمين الامام، هو لسه بيتعلم، فوقف على يسار الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقمت عن يساره لأصلي بصلاته قال فأخذ بذؤابة كانت لي او برأسي حتى جعلني عن يميني. كان عنده ضفيرة كده صغيرة، فراح ايه خده من ايه من ضفيرته كده، شده وجابه من ورا كده وراح وقفه على يمينه، وبعدين فرك لودانه عشان يصحصح. يعني كل ده في أثناء الصلاة، يبقى الحركة التي تكون لمصلحة الصلاة ليست مكروهة، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة. كلمة سكك دي بمعنى طرق، واخد بالك؟ فهي لفظة ايه فصيحة، عشان كده نسميها ايه سكك حديد مصر. شفت بقى؟ يبقى لفظة فصيحة دي. واحد يقول لك ليه بتقولوا سكك حديد؟ ما اقوله طرق حديد مصر، عشان سكك دي ايه عمية. يا عم عميتي ده انت اللي عمي. دي لفظة فصيحة 100%، فاهم؟ يقول لك السكة الجديدة، تيجي نتمشى على السكة الجديدة اللي هي الطريق الجديد. فكلمة سكك دي ناس كتير يفتكروها كلمة عامية، وهي فصيحة جدا. وانت ازاي؟ لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس ليكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة إنه زوجك؟ قالت تأمرني به يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع. قال فخيرها فاختارت نفسها وكان عبدا لآل المغيرة يقال له مغيث. قصة بريرة ومغيث زي إيه؟ قيس وليلى كده، قيس وليلى بس حب من طرف واحد. مغيث كان يحب بريرة جدا وزوجته، لكن الاثنين كانوا إيه؟ أرقاء، فهمت؟ بريرة كانت تحب ستنا عائشة، وكانت تسيب ايه اهلها اللي هم اللي بيملكوها، كل ما تبقى فاضية تروح لسيدتنا عائشة تقعد معها في الحجرة بتاعتها، تنظم لها، تطبخ لها، توضب لها حاجة وتقعد معها، بتحب تعيش مع ستنا عائشة. وكانت متزوجة ايه مغيث. فسيدتنا بريرة فكرت انها تشتري نفسها من اهلها عشان تتحرر، فكتبت اهلها على ايه على اقساط 9 اواقي، كل سنة تدفع لهم أقية فضة، على بعد 9 أقساط تبقى إيه حرة. فهي دفعت قسط واتنين، وبعدين راح لستنا عائشة، قالت لستنا عائشة، ما هي بتحبها ستنا عائشة بقى، قالت لها إن أنا كتبت أهلي وعجزت عن سداد الأقساط، تدفعيهم لي يا أمي وعشان أتحرر وأخلص؟ فستنا عائشة قالت لا، أدفعها لك نقدا مرة واحدة كاش يعني، واخلصك الوقت، فهمت؟ فراحت لاهلها اللي هم اللي هي كاتبه معاهم العقد المكتبه، قالت لهم ان ستنا عائشه هتدفع لي كل الاقساط مره واحده. قالوا بس بشرط الولاء لينا احنا.
لان كان تملي لما يعتق انسان يبقى الولاء للمعتق، والولاء دي علاقه لحمه كلحمه النسب، علاقه نصره، واحيانا كانت تبقى اسباب الارث، من ضمن اسباب الارث الولاء ايضا. فالمهم قالوا لها اه بس الولاء يبقى لينا. فراحت ايه بريره قالت لستنا عائشه اهلي وافقوا ان تدفعي ولكن اشترطوا الولاء لهم. فستنا عائشه راحت تسال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ايه يا رسول الله، بيقولوا الولاء. فايه قال لها الولاء لمن اعتق اشتريها ولا عبره بشرطهم، فكل شرط يخالف شرع الله باطل. كويس. فالولاء لك، الولاء لمن اعتق، وانت اشتريتيها واعتقتيها، كان الاقساط دي ثمنها وانت اشتريتيها، يبقى الولاء لمن اعتق. والنبي عمل فيها خطبه، وقف ايه على المنبر قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، انما الولاء لمن اعتق. فهمت؟ فعتقت ستنا بريره وبقت حره، فبقى زوجها يفكرها بالعبوديه، هي بقت حره بقى محصنه، وهو بيفكرها بايام البؤس والذل والمهانه، فعايزه تسيبه. كويس. فكان يمشي وراها في المدينه يبكي، وبيحبها حب شديد، وهي ايه تقيله بقى بتتقل عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخش لستنا عائشه يقول لها ايه عجبت لحب مغيث لبريره وبغض بريره لمغيث، يعني تملي من القلب للقلب الرسول، يعني لما تبقى بتحب حد يحبك، لكن النبي يقول عجبت، يعني مش ماشيه مع القاعده. مغيث يحب بريره قوي وبريره مش طايقاه. فقام سيدنا رسول الله صعب عليه مغيث، فقال للبريره ايه انه زوجك يا بريرة، ده زوجك، يعني ارحميه. فقالت له تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. قال إذن لا أختار. باخد بالك إزاي؟ فما اختارتوش. وإيه؟ يبقى المرأة إذا عتقت تخير في نكاحها من العبد، لأن العبد صار غير كفؤ لها، فإن اختارت يبقى تنازلت، وإن لم تختار تبقى إيه؟ خرجت من عصمتي لعدم الكفاءة. فهمت؟ فأدي قصة إيه بريرة يعني. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذراري المشركين، يعني أولاد المشركين والكفار لما بيموتوا قبل الحلم قبل التكليف، دول هيبقوا في الآخرة فين؟ يدخلوا الجنة دول ولا هيدخلوا مع أبائهم في النار؟ السؤال ده. فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه وكل مصيرهم إلى علم الله فيه. دي رواية. ويبدو أن الله أوحى لنبيه بعد ذلك أنهم إيه مع سيدنا إبراهيم في الجنة. واخد بالك؟ هيدخلوا الجنة. حتى لما جاء في الإسراء والمعراج شاف إيه الأطفال حوالين سيدنا إبراهيم عند سدرة المنتهى، فقال هؤلاء ذر إيه من مات من أبناء الكفار وهم على الفطر. فدل في الآخر إن إيه إن الأطفال الصغيرين اللي بيموتوا هم صغار دول يدخلوا الجنة. يبقى الأمر الأول وكله إلى علم الله فيهم، ثم أعلمه الله بعد ذلك أنهم إيه من أهل الجنة، بس هيدخلوا الجنة أطفال بره، لكن باقي أهل الجنة هيدخلوا في سن 33، لكن اللي بيموت طفل من أولاد المشركين هيدخل الجنة طفل برضه، لكن اللي يموت طفل من أولاد المسلمين يدخل الجنة عنده 33. أدي الفرق. فهمت بقى؟ وهذا الفرق على فكرة لم ينبه عليه أحد. ده غير الولدان المخلدون من هم أهل الجنة. ولدان المخلدون دول اصلا مخلوقين في الجنه. وعن ابي قال حدثنا عبد الله، وبعدين اجابه النبي الله اعلم بما كانوا يعلمون بما كانوا عاملين بتردك في الاسئله اللي هي المتعلقه بالربوبيه. ما تقلقش نفسك، تسيبهم لعلم الله وربنا لا يظلم احد. ليه انت شاغل نفسك؟ انت ليه شاغل نفسك؟ فاهم؟ ما تشغلش نفسك، وكل امرهم لله والله لا يظلم احد وخلاص واسكت. تسال نفسك ليه؟ تسال ليه؟ ايه اللي حشرك انت بين رب والعباد؟ انت مالك؟ لكن طرف فكري، طرف فكري. فالاولى انك انت تفوض امرهم الى ربهم،
ايه وتعلم ان الله لا يظلم احد. خلاص انتهينا. ادي حكايه. انت خايف يتظلموا يعني؟ ما تخافش يا سيدي، ما فيش ظلم، لا ظلم اليوم، ربنا قايل كده. ستيل بيرث، الستيل بيرث اللي هو بيتولد ميت ده، لا لا ولا حاجة، لأنه الإنسان لازم يمر ياخد حواء الدنيا عشان يبقى حي. من استهل صارخا يبقى إيه؟ ولد حي. لكن اللي مات نازل ميت ده مش محسوب، مش محسوب، قطعة لحمة كده ودفناها. عشان كده لا يجب حتى إيه الصلاة عليه. يعني الستيل بيرث يغسل ويكفن وايه ويدفن ولا يصلى عليه عند الشافعي. استلبر الحنابلة قالوا ايه؟ لو ظهرت فيه خلقة الادم يصلى عليه، وان لم تظهر فيه خلقة الادم لا يصلى عليه. ده تفاصيل يعني. لكن الراجح في مذهب الشافعية ان لم يستهل صارخا، يعني لم يأخذ نفس هواء الدنيا، يبقى ده يدفن ويكفن ولا يصلى عليه. واضح؟ ومش محسوب بقى، مش محسوب من ولد، لكن الصبر عليه له أجر. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. عادة العرب إيه؟ تقرب لأقرب إيه؟ أنصف عقود أو عقود. يعني هو 63 فأقرب لها فأنصف العقود 65، فيقول لك 65 ويقصد التقريب، أو أنه حسب سنة المولد منفصلة وسنة الوفاة منفصلة، يبقى سنتين زائد 63 يبقى 65، فهم؟ لكن طريقة العرب تحب إيه؟ التقريب. يعني تجيب حاجة ب 900 وحد يسأل جبتها بكام تقول له ب 1000. ليه؟ لأن التقريب كده، لأن طالما أنت فكيت ال 1000 خلاص خلصت. إيه ال 100 جنيه اللي في جيبك دي؟ يوم ما هتنف فيها وترميها، واخد بالك؟ ما بقاش ليها قيمه خلاص، فهمت؟ بقت ورق كلينكس. وعن ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الطعام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباع حتى يقبض. قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله. يعني ايه؟ يعني لا تبع ما ليس عندك، ما لا تبع ما ليس في حيازتك. الاول تنتقل الحيازه وبعد كده بيع، فهمت ازاي؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نهى ان يباع حتى يقبض، يعني يصير في حيازه ايه؟ المشتري، وبعد كده المشتري يتحول الى بائع. لكن اما يبقى ليس في حيازتك فقد لا تتمكن من ايه؟ من تسليمه، ويبقى كده بيع عقد بيع باطل، بتبيع ما لا تستطيع تسليمه، فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا لم يجد المحرم ازارا فليلبس السراويل، واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. يعني افرض انك انت عايز تحج ومش لاقي ازار، البس بنطلون وروح حج، وتطعم ايه 3-6 مساكين من الحرم، او تصوم 3 ايام، او ايه او تذبح وخلاص. لكن ايه؟ لكن ما تمتنعش عن الاحرام. يعني ممكن تحرم وانت لابس، احرم وانا لابس النية، ويبقى انا كده عامل محظور. هذا المحظور اقسم ان كان عندي القدره لايه؟ الازار. طب انا ما عنديش قدره، يبقى زال الاسم ووجبت الفديه مع عدم الاسم، فهمت بقى ازاي؟ زي برضه انا كنت مره بحج ايه في شهر طوبه، شهر طوبه ده كان برد شديد، واحنا في عرفات الدنيا تلج، والستات طبعا متلففين ولابسين وحاجه بتاع، والرجاله مساكين عادي كده لابسين، واخد بالك؟ فايه فانا جبت بطانيه وبتاع، وبعدين لقيت راجل عجوز كده ايه يعني مطبق خالص، قلت على فوق ال90 وقاعدين ايه يلفوا، قلت لاهله لبسوه بلطو ولبسوه كوفيه ولفوه كل حاجه، دفوه خالص، ايه المشكله؟ وطعموا 6 مساكين، ايه المشكله؟ هتسيبوه لما يجي له التهاب رئوي ويموت منكم؟ حاجه غريبه.
فالناس فرحت قوي، جابوا بقى ولفلفوا الراجل بقى وايه وقعدوا وجابوا له بتاع، الراجل بقى ايه قاعد مبسوط ودبت ايه الحياه فيه. فادينا يعني ما فيهوش انك انت الجهل ممكن تموت المسلم بسبب الجهل في الاحكام، تعرضوا البرد لما يصبح صبحين صاحين صلاه الفجر يجي متجمد، واخد بالك يعني خليته زي فراخ الجمعيه تحط في كيس نايلون، ما ينفعش كده حرام. وتقول لي الدين قال كده، الدين ما قالش كده يا ابني، الدين قال لك رحمه. فهمت ازاي؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. يبقى دل على أن الحجامة ليست من محظورات الإحرام وليست من مفطرات الصائم، لكنها مكروهة في الصوم مخافة أن تضعفك فتفطر، لكنها ليست من المفطرات. والحجامة أثناء الإحرام إن أدت إلى إزالة شعر تبقى محظورة لإزالة الشعر مش لكونها حجامة، يعني هتعملها في موضع فيه شعر فيجي الرجل اللي هيحجمك يحلق لك، وموضوع الحلاقة ممنوع، يبقى أجلها لما تخلص الإحرام. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.